السلام عليكم، معكم بدر الدين صاحب قناة ليتس ليرن. هذه القناة هذه كتوفر على مجموعة ديال المواضيع لفائدة التلاميذ الثانية بكالوريا، ويعني المستوى الإعدادي والثانوي يعني بشكل عام، وبشكل خاص لفائدة تلاميذ الثانية بكالوريا. كما قلت لكم مؤخرا، بديت كنلوح مجموعة ديال المواضيع، مجموعة ديال يعني كنلوح تصحيح لتمارين مقتطفة من الامتحانات الوطنية، يعني اللي ما شافهمش هما يعني ديال الرياضيات، ممكن يدخلوها البلاي ليست. غدخلو البلاي ليست كاينة في البلاصة ديال التانية بكالوريا، كتدخلو كتلقاو يعني مواضيع من الامتحانات الوطنية يعني مصححة. وبالنسبة اللي مازال ما تسجلش في اس كا او، هو يعني كيفية التسجيل في اس كا او. كذلك هضرنا على مدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لينسا، المهم اللي بغى عليها معلومات واللي بغى يقرا فيها يعني باغي معلومات عليها هو الفيديو. بالنسبة للتواريخ، يعني صحة بعض التواريخ، يعني كاينين بعض التواريخ اللي كتكون في عبر الانترنت ويعني في الفيسبوك، يعني هذوك التواريخ راه يعني ماشي 100% صحيحة. ممكن الفيديو هذه راه شرحت فيه داك الشيء، يعني التواريخ الصحيحة. بالنسبة اللي بغاو يعني تلاميذ تانية بكالوريا اللي بغاو يدفعوا المنحة ديال كندا، راه مجانية، يعني كيصيفطوا لكم المنحة وكتقراو في كندا، يعني خصكم تدفعوا في هاد الشهر هذا. كيفاش تدفعوا في المنحة اي هو الفيديو. بالنسبة للناس اللي انتريسي بالطب، ويعني اي تروازيس اي سبيتس لا ميديسين يعني دونتيغ، هو الفيديو هذا. بالنسبة ليوما، الموضوع ديال اليوما هو غادي نهضروا على الأقسام التحضيرية. أقسام تحضيرية غادي نهضروا على لي فيليير اللي كاينة في الأقسام التحضيرية، وأشنا هي الشعبة اللي خاصها تكون عندك أنت كطالب في تانية بكالوريا باش تدخل الأقسام التحضيرية. وأخيرا وغادي نوريكم يعني نفهمكم بعض الأمور المتعلقة بكيفية حساب معدل الولوج للأقسام التحضيرية. يعني هذه الطريقة كاينين بزاف الناس تالفين فيها وما عارفينش كيفاش يحسبوا يعني المعدل ديالهم، يعني اللي متعلق بالأقسام التحضيرية، وكيكون معدل يعني خاص، يعني خاص بالنسبة للأقسام التحضيرية. وأخيرا غادي نهضروا على يعني غادي نوريكم المدارس اللي يمكن لكم تولجوا لها عن طريق الأقسام التحضيرية. أول حاجة غادي نبداو بتعريف الأقسام التحضيرية، يعني نقول لكم شنو هي الأقسام التحضيرية. كما كتشوفوا هنا، الأقسام التحضيرية تستغرق الدراسة بالأقسام التحضيرية 2 سنين، يعني كتقراو فيها 2 عامين. وتهدف هذه الأقسام إلى التحضير لاجتياز المباراة الوطنية المشتركة سي إن سي. يعني هاد 2 عامين هذه شنو فيها؟ كتقرا فيها الماط والفيزيك والإيكونومي وكاع المواد كتقراهم في هاد 2 عامين هذه. علاش؟ باش تحضرك لواحد الامتحان كيدار على الصعيد الوطني اللي هو كيتسمى سي إن سي. كيدار يعني من خلاله كتكلاسا، اون فوا كتكلاسا من خلاله كيقبلوك المدارس اللي غادي تكمل فيهم 3 سنين اخرى ديال سلك دانجينيور، يعني لي سيكل دانجينيور او سيكل مهندسين. فالاقسام التحضيريه يعني اللي كيجتازوا هذا الامتحان ديال سي ان سي، يعني التخصصات العلميه يعني في ام بي اس اي بي سي اس اي تي سي اس اي، يعني هادو غنهضروا عليهم باقي في لي فيليير، يعني خلال الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على هادو وهادو. من اجل ولوج المدارس العليا للمهندسين بالمغرب، وتهادو غادي نهضروا عليهم في الفيديو. كما يتم الترشيح لمدارس اخرى عليا بالمغرب، المهم هاد الشيء يمكن لكم تقراوه بوحدكم حسب التخصصات المتبعه في الاقسام التحضيريه، مثل المباراه الوطنيه لمدارس التدبير، يعني هذيك يعني مدارس التدبير في حالات تخصصات الاقتصاد، يعني في حالات مثلا درتي في الاقسام التحضيريه دي ولا هذه. المهم غادي نهضروا عليها من بعد. هاد لا فيليير وهاد لا فيليير اللي دارها يعني الحق يعني يدفع او يقرا يعني من بعد 2 عامين، ومني دوز سي ان سي عنده الحق يقرا في هاد المدرسة اللي مدارس التدبير، وعنده الحق يقرا في اس كا او. يعني اس كا او عندها 2 طرق باش تولج ليها، يا من خلال تشد البكالوريا ديالك ودوز المباراة الكونكور ديال اس كا او ومن بعد تقرا فيها، او لكن طريقة ثانية انك تدخل اقسام تحضيرية ومن بعد من تقرا 2 عامين، ولكن بشرط ان من تدخل اقسام تحضيرية خصك ديرها لا فيليير او سي تي
سي اس، غادي نهضروا عليهم من بعد. الا درتي هاد لا فيليغ، هاد لي دو فيليغ هادو، عندك الحق باش يعني من عامين تكمل، يعني من ورا عامين تكمل في اس كا او. صافي بون، غادي نهضروا دابا على لي فيليغ. لي فيليغ كاينه ام بي اس اي كيما قلت لكم، ام بي اس اي اللي هي مات فيزيك، هاد ام كتعني مات، بي كتعني فيزيك، اس كتعطي كتعني سيونس، اي كتعني دانجينيور. هادي ام بي اس اي، مات فيزيك سيونس دانجينيور. هاد لا فيلي غادي هي توب في سي بي جي او، هي اللي كيختاروا اكبر عدد، يعني ملي كيدوزو السي ان سي هي اللي كيختاروا فيها اكبر عدد ديال يعني لي زيتيديون اللي غادي يولجوا للمدارس ديال المهندسين. هادي هي اللي كيختاروا فيها اكبر عدد، وهادي هي اللي كيديروها بزاف اصحاب السيونس مات، يعني سيونس مات كيهزوا فيهم بزاف يعني من خلال هاد الشعبه. ولكن ما تخلعوش يعني حتى بالنسبه للسيونس فيزيك، كاين ناس مثلا يعني جايبين معدلات زوينه يعني يمكن يولجوا لهاد لا فيلي غادي، حيت هادي هي احسن وحده في الاقسام التحضيريه. كتبعها بي سي اس اي. بي سي اس اي شنو هي؟ كتعني فيزيك شيمي سيونس انجينيور. بي فيزيك، سي شيمي، سي سيونس، اي انجينيور. بالنسبه ل تي اس اي، تي اس اي هي تكنولوجي اي سيونس اندستريال. هادي تي تكنولوجي، هادي سيونس، هادي اندستريال. هاد ثلاثه لي فيليغ الاولى نهضروا دابا على هاد جوج هادو. هاد جوج هادو اشنا هما؟ هو او سي تي. او سي تي هي شنو؟ هي ايكونوميك، يعني ايكونوميك اي كوميرسيال اوبسيون سيونتيفيك. هادي عفوا، هادي هادي ايكونومي كوميرسيال اوبسيون سيونتيفيك، هي هادي. دونك من الهضره يعني من السميه ديالها راه كتعني بانك خصك يعني في الدومين ديال الاقتصاد، يعني في الدومين ديال الايكونومي، يعني كما قلت لكم ايكونوميك اي كوميرسيال اوبسيون سيونتيفيك، هي هادي. بالنسبه لهادي ايكونوميك اي كوميرسيال اوبسيون تكنولوجيك، يعني هادي اوبسيون سيونتيفيك، هادي اوبسيون تكنولوجيك. وهاد الجوج هادو كيديروهم يولجوا للمدارس العليا اللي كتقري ولا اللي كتهتم اكثر بالاقتصاد او الايكونومي، الماركتينغ، لا جيستيون، يعني كل شيء اللي عنده علاقه بالايكونومي كيديروا هاد لي دو فيليير اللي كاينين في سي بي جي او، الاقسام التحضيريه، باش يولجوا ليها من خلال هاد لي دو فيليير هادو. دونك انا غنوريكم بعض الاحصائيات اللي يعني ديال لي فيليير. كما كتشوفوا هنا بالنسبه للبي سي اس اي، هي اللي قلت لكم بان هاد بي سي اس اي يعني هي الاولى اللي كيهزوا فيها الناس، ولكن كتكون يعني تري سيليكتيف، يعني كيهزوا فيها الناس يعني اللي جايبين فوق 17، يعني 17. المهم على حساب، على حساب، حيتاش كاين بنادم كيتكلاصا وما كيمشيش ليها. دونك بنادم الا جاب المعدل وتكلاصا وما مشاش ليها كيتحيد، وكيجي داك اللي تحت منه، فهمتي؟ يعني على حساب شحال بنادم اختارها. دونك بالنسبه للبي سي اس اي كي تري بيان، يعني الا جبتي تري بيان كيهزوا فيهم 1444 واحد. اللي جاب تري بيان كيهزوا فيها 1444 واحد. بالنسبه للبي سي اس اي كيهزوا في اللي جاب تري بيان 370. شتي اش قلت لكم؟ قلت لكم بان هذا كيهزوا فيها عدد كبير، بارابور لهذا كيهزوا فيها عدد قليل. واخا جبتي تري بيان يعني تري بيان كتمشي لهنا. دونك تي سي اس اي كيهزو 144 واحد من العدد اللي جاب تري بيان. اس سي تي 173، سي اس 356، و سي اس 173. بالنسبه اللي جاب بيان، اللي جاب بيان كيهزو 444. دونك هنا كيهزو 275، هنا 378 في تي اس اي، هنا 119 بالنسبه لل سي اس، و او سي تي 352. بالنسبه اللي جاب اس بي راه ما كيتقبلش اصلا في ام بي اس اي، حيتاش ام بي اس اي راه قلت لكم راه تري سيليكتيف، في اللي زوينه هي اللي كيولج ليها يعني هما اللي كياخذوا فيها اكبر عدد ديال الناس اللي باش يدفعوا للمدارس العليا، يعني ماشي باش يدفعوا للمدارس العليا، ولكن باش يعني المدارس، حيتاش المدارس في المغرب مكلاسين، يعني هذه المدرسه هي الاولى هذه هي الثانيه. دونك اللي كاينين هنا هما اللي كيختاروا فيهم اكبر عدد ديال الناس اللي كيدفعوا للمدارس يعني اللي مكلاسيه.
نتمنى يكون وصلكم يعني الميساج ديالي. المهم الا عندكم شي تعليق على شي حاجه، اي حاجه قلتها انا ما مفهوماش، قولوا عليا في لي كومونتير، ان شاء الله غادي نجاوبكم. ندوزو دابا يعني نفس الحاجه، باقيين في نفس الحاجه بالنسبه يعني ام بي اس اي، ام بي اس اي لي سيونس مات كيهزو فيهم 90% كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، كيهزو فيهم اكبر عدد ديال الناس صحاب سيونس مات، صحاب سيونس فيزيك لا، المهم كيهزو 10%، ولكن ما تخافوش يعني تقدر مثلا تجيب 17 وتقدر تقبل فيها. بي سي اس اي سيونس مات كيهزو فيهم 40%، سيونس فيزيك كيهزو 40%، والعلوم التجريبية، العلوم التجريبية بالنسبة للاس في تي كيهزو 20%، بالنسبة للتي اس اي يعني كيهزو العلوم والتكنولوجيا الكهربائية 70%، والميكانيكية كيهزو 30% إلى آخره. المهم اللي كان انتيريسي بالايكونومي وبغى الاقسام التحضيريه كنصحو يدير هاد الجوج هادو. المهم دابا ندوزو يعني كيفيه يعني كيفاش كتحسب المعدل ديال الولوج الاقسام التحضيريه، كيفاش كنحسب المعدل الاقسام الولوج الاقسام التحضيريه. هناك نقطه تمنح للمترشح من طرف مجلس القسم اللي هي ان 4، يعني لي نوت اللي كاينين هما ان 1 ان 2 ان 3 ان 4. بالنسبه لهذه ان 4 من طرف مجلس القسم، اش هي مجلس القسم؟ هو لي بروفيسور ديالكم اللي كيعطيوك هاد النقطه هادي. كيفاش كتكون هاد النقطه؟ غادي نشرحها لكم كيفاش. كما ان هناك نقطه في حاله التكرار من عدمه، يعني هاد النقطه من حاله التكرار وعدمه كيفاش؟ يعني الا كنتي غو دو بلون اون تيرمينال، يعني كنتي غو دو بلون في التيرمينال، يعني كتعطيك 0 على 10، يعني كتعطيك 0 على 10. الا كنتي غو دو بلون اون بروميير اني دو باكالوريا، يعني في سيزيام اني، الا كنتي دوبلتي في سيزيام اني راه كتعطيك 5 على 10 في ان 1 في لا نوت الاولى. الا كنتي مام دوبل لا في سيزيام اني لا في التيرمينال كتعطيك 10 على 10. بالنسبه ل ان 2، ندوزو ل ان 2، بالنسبه ل ان 2 كتحسب على هذا الشكل، ام 1 بلس 2 فوا ام 2 على 3. ام اشنا هي؟ هو لو مويان دو باساج دو لاني دو لا بروميير اني دو بكالوريا على تيرمينال. دونك يعني النقطه دو باساج من تيرمينال ل بروميير اني دو بكالوريا. دونك ام 2 لو مويان جينيرال سور 20 دو بكالوريا، يعني النقطه لو مويان جينيرال على 20 ديال البكالوريا، هذه هي ام 2. و ام 1 و ام 1 هو لو باساج ديالك من تيرمينال للبروميير اني بكالوريا، لا نوت ديالها. المهم لو مويان بالنسبه لان ان 3، ان 3 هو لو مويان دي ماتيير كاليفيون بور شاك فيليير، يعني شاك فيليير، يعني شاك فيليير يعني عندها لي مويان كاليفيون ديالها. مثلا المات المعامل ديالو راه يعني في سيونس مات ماشي بحال سيونس فيزيك اكسيتيرا. بالنسبه ل ان 4 اشنا هي ان 4؟ انا نقول لكم ان 4 اشنا هي. ان 4 كتعطى كما قلت لكم، كتعطى من طرف يعني البروفيسور ديالكم، البروفيسور ديالكم كتعطى هادي، دونك هي هو اللي كيعمرها. الا ابتيتود ا كومونيكي، نيفو دي كونيسونس، ابتيتود ا لي فورس تونو، توندونس او بروغري، كاباسيتي دادابتاسيون، هادي كتعطى يعني لا بلو بار دو طون كتعطى هادي للبروفيسور ديال الفرونسي، هو اللي كتعطيها باش يعمرها هادي. المهم هادي على 5، هادي على 5، 5 5، المهم في المجموع كتعطى 25. الا كنتي مزيان راه كتعطيك، الا كنتي مزيان كتعطي 5 على 5، يعني الا كان تري ساتيسفيزون، ساتيسفيزون يعني كنتي مزيان في هاد لا كومونيكاسيون، داكشي كتعطيك 5 من طرف البروفيسور ديالك. الا كنتي مثلا ساتيسفيزون كتعطيك 4، الا كنتي مويان في لا كومونيكاسيون كتعطيك 3، ان سوفيزون يعني غير كافي كتعطيك 2، تري ان يعني هنا ميت كاع. المهم الا كتعطيك نقطه، نقطة على 5 اكسيتيرا بالنسبة للنيفو الكونيسونس اكسيتيرا. المهم هادي كتعطى هاد النقطة، هاد النقطة، هاد النقطة، هاد النقطة، هاد النقطة، وكتجمع كيتجمع هادشي كامل على 25، يعني كاينين دي زيتيديون اللي كيجيبو 25 على 25. المهم هادي هي النقطة الرابعة. نهضرو دابا على واحد الحاجة، معيار الحاصص كما قلت لكم 90% سيونس مات، 10% سيونس فيزيك. دونك المواد، طريقة احتساب نتائج البكالوريا بالنسبة للمواد، الرياضيات، المات، علوم رياضية وعلوم تجريبية، المعامل كياخدو فيه 4، يعني هاد القضية هادي فين كتحسب يعني في لا نوت 3، لو مويان دي ماتيير كاليفيون بوغ شاك فيليير.
دونك المعامل ديال الرياضيات كيضربوه في ربعة، المعامل ديالو ربعة، الفيزيك ثلاثة، العربية كياخدو حتى العربية، حتى العربية راه مهمة. المهم النص يعني ولكن لها 0.5، بالنسبة للغة الفرنسية واحد، اللغة الأجنبية الثانية اللي هي لونجلي كتعطيك 0.5. دونك ان تخوا كيما خديناها هي بلاتي باش تشوفو مزيان، ان تخوا هي هادي. دونك ان 3 4 1 بلس 3 فيزيك، المهم هذه الطريقه 3 فيزيك بلس 0.5 في ال في او، هذا لا لونغ الثانيه، بلس 1 فرونسي بلس 0.4 على 9. دونك هذه هي الطريقه باش كتحسب ديال ان 3. المهم دابا ندوزو المدارس يعني اللي يمكن لك انت من خلالها تولج، يعني من خلال السي بي جي او، يعني ملي تقرا عامين تقدر تمشي لهاد المدارس هادو اللي هما هاد لا ليست هادي، يعني الا بغيتي تسكرينيوها ولا الا بغيتي توقفوا الفيديو حتى تكتبوهم يعني ماشي مشكل. هادو المدارس هادو جبتهم لكم كاع المدارس اللي يمكن تدوز ليها من خلال الاقسام التحضيريه، يعني كاينين مكلاسين، يعني مكلاسين اكاديمي انترناسيونال محمد دو لافياسيون سيفيل، هذه بالنسبه للناس اللي انتريسون بالطيران، كاينه ايكول سونترال دو كازا، كاينه ايكول حسنيه و اتش تي بي لي ميد المحمديه اكسيتيرا. المهم هادو كاملين تقدروا تولجوا ليهم من خلال الاقسام التحضيريه، يعني من تقراو عامين هتدوزو سي ان سي، من خلال داك سي ان سي غادي تكلاساو، ومن خلال ديالك غادي تمشيو لأحد المدارس. مثلا هاد المدرسة هادي كتطلب مثلا 60 طالب، مثلا هاد المدرسة هادي كتطلب 50، هادي مثلا كتطلب 30. دونك نتوما كتمشيو على حساب يعني الرغبات ديال المدارس وشحال طالبين. المهم نتمنى يعني فاتكم يعني واحد شوية، المهم نتمنى يكون فاتكم بزاف فهمتيها شوية. اللي عنده شي تساؤل على الأقسام التحضيرية، أنا راه كنعرف يعني دي زامي ديالي أنتيم راني قراو في الأقسام التحضيرية، إلا بغيتو شي معلومة قولوها لي في لي كومونتير وإن شاء الله غادي نسولهم وغادي نعاود نجاوبكم. إلا عجبكم الفيديو لايكيو لايكيو وبارطاجيو، لا بارطاجيو باش يوصل أكبر عدد ديال الناس. واللي مازال ما دار ابوني يتابونا في لاشين، حيت في الايام المقبله غادي نهضروا على مدارس اخرى ان شاء الله. وكنتمنى السلام عليكم.